السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الاستثنائية لهذا اليوم. والبداية بالنشاط الملكي، حيث استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء كل من السيد السعيد أمزازي والسيد عثمان الفردوس بحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني. وخلال هذا الاستقبال وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل جلالة الملك أعزه الله بتكليف السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبتعيين السيد عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة. نعم سيدي أعزك الله، يتقدم للمثول بين يدي جلالتكم نصركم الله السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصفته الناطق الرسمي باسم الحكومة الجديد. السيد عثمان الفردوس الوزير الجديد للثقافة والشباب والرياضة. الله يبارك عم سيدي. في جديد الحالة الوبائية ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى حدود الساعة 10 من صباح اليوم تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1242 حالة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 91 حالة، فيما تماثلت للشفاء 4 حالات ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 97. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. حالتان جديدتان تمثلتا للشفاء من فيروس كورونا، الحالتان سجلتا بمدينة طنجة، ويتعلق الأمر برجلين يبلغان من العمر 44 و60 سنة. روبورتاج ياسين بن جلون، محمد الوهبي وسعيد ناجح. هناك أماكن أصبحت وجهات تنتج الخوف، نستشعره في العيون الجاحظة وفي ذبول الصحنات، خوفا من المجهول الذي يقود أحبة خلف الجدران، قد يخرجون وقد لا تراهم العين إلى الأبد. نفس الأمكنة أصبحت ملاذا للفرحة والانشراح. هنا بمستشفى دي طوفار يبقى الأمل على قيد الحياة. كنت أنا وأول حالة في الشمال أو ثالث حالة أو في المغرب، الحمد لله أنا ضرب دابا اليوم عنضرب 26 يوم المدة هنايا، 26 يوم اللي حسيت بها كأننا في الدار ديالي صراحة، لا من ناحية العناية، لا من ناحية الأكل، لا من ناحية النظافة، لا من ناحية البيوت، لا من ناحية كل شيء. الحمد لله والشكر لله اللي كانت فتاخر بأن احنا يا بلادنا وصلتنا هذا المستوى. الإنسان في هذه الظروف لا يستطيع أن يصف فرحته بالعودة إلى أولاده وإلى أسرته، كما أنني أشكر جل هذا الطاقم الذي سهر علينا طول هذه المدة، وأرجو أن يعيدهم إلى أولادهم سالمين، فهؤلاء هم جنود الخفاء. كاين اليوم تم الشفاء ديال جوج الحالات، الحالة الأولى كانت دخلت لنا قبل ما يكون هذا البروتوكول ديال العلاج، والحمد لله تمثلت الشفاء بالمناعة الذاتية ديالها. الحالة الثانية لا، خدا لو بروتوكول ثيرابيوتيك اللي كنعطيوه اللي هو نيفاكين أسوسياسيون نيفاكين أزيتروميسين بوندون 10 جور. كان عندنا مشكل في العلاج ديالو، هو ديجا عنده لا مالادي دو باسيت، مرض بهجت، دونك كان كياخد عليه علاجات لي كورتيكويد وكياخد الكورشيسين. كان عندنا مشكل مع هاد العلاجات، مع العلاج ديالنا حنايا ومع حتى لا مالادي ديال كورونا فيروس حتى هي، دونك اضطرينا نقصلو من العلاجات ديال مالادي دو باسيت
عاد دخلنا العلاج ديالنا ديال النيفاكين لاسوسياسيون نيفاكين لازيتروميسين. هي ايضا لحظات لقياس مهنيه اطقم صحيه لا تبخل ببذل الجهد. فحين ضربت الجائحة مكامن الوهن في أجساد هؤلاء، تفتقت همة الأطباء والممرضين بالحزم وكثير من الإنسانية. الحمد لله كما كتشوفوا احنا مجموعين هنايا، الفرحة ديالنا باستقبال جوج الناس اللي تعافوا والحمد لله رب العالمين وخرجوا بحالهم، إضافة إلى ثلاثة الناس اللي كانوا تعافوا. كنبقوا 24 ساعة ل 24 ساعة. كنتمنى من المواطنين يلتفتوا لينا وشوفوا فينا احنا كممرضين، ماشي سهل نسبحوا في العائلات ديالنا وفي الوالدين ديالنا. كنتمنى منهم يفهموا الميساج لجميع الوسائل الاعلام كتوصلوا لهم بانهم يبقوا في الديور ديالهم. احنا جد مسرورين بهذه حاله الاستشفاء، كنتمنى ان شاء الله الباقي المرضى، وحنا مستعدين باش نبذلوا اكثر الجهود باش نحاربوا هذا الوباء ان شاء الله. وحاجه واحده اللي كنطلبوا من المواطنين المغاربه هما باش يجلسوا في الديور ديالهم باش يعاونونا. هاد الشفاء ديال الحالات اللي تحت الرعايه ديالنا كتعطينا واحد كتدخل على قلوبنا واحد الفرحه، وكنستبشروا خير بها باش كنستبشروا خير بالشفاء العاجل لباقي الحالات. ولكن هذا الشيء ما كيكفيش، احنا بوحدنا ما كافيش، خاص التزام المواطنين بالحجر الصحي كيف ما احنا معزولين على عائلتنا ووالدينا من اجل السلامه ديالكم. كنطلبوا منكم تعزلوا روسكم في بيوتكم من اجل السلامه ديالكم والسلامه ديالنا حتى. كنعانيو في هذه الظروف بحال كيعانيو حتى هما، كندير واحد المجهود كبير خصهم حتى هما يعاونونا يجلسوا في ديورهم. كورونا المستجد كشفت مكامن قوة كثيرة، أعلاها منسوبا إرادة قوية وتضامن إنساني في لحظة ضعف عالمي. حالتان جديدتان كذلك تمثلتا للشفاء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس قبل يومين، غادرت حالة واحدة مصلحة العزل الصحي، وأمس انضافت حالتان جديدتان بعد إخضاعهما للتحاليل المخبرية، فيما تمكن المتعافون الأحدى عشر من الالتحاق أمس بأسرهم. روبورتاج عبد السلام خلوي، إبراهيم الغوتي وإمام محفوظي. حالتان جديدتان من مرضى كوفيد 19 سمحت وحدة العزل الصحي بمستشفى سيدي سعيد بخروجهما من المصلحة بعد أن تماثلا للشفاء التام. وبالأمس كذلك غادرت حالة أخرى ثالثة المستشفى، مؤكدة نجاح مجهودات الفريق الطبي في رعاية المصابين بفيروس كورونا داخل هذه المؤسسة. الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ولصاحب الجلالة الله ينصره اللي وفر لنا جميع الظروف اللي باش نخدمه، زائد الأطر ديال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي كذلك بكل أطرهم، مع الأطر الطبية هنايا والشبه الطبية، هذا الحرس أصحاب النظافة، الكل قام بعمل متكامل. احنا جد مسرورين بعدا بهذه الفرحه ديال الحمد لله اللي خرجوا لنا جوج ديال المرضى اللي تشافوا، كيتزادوا على المجموعه الاخرى الحمد لله اللي تشافوا قبل من هادو. الصباح ملي كنجيو كنديروا التوزيع ديال المهام، ومن بعد الطاقم كله كيلبس دوك اللباس الخاص باش كنمشيو نقوموا بالواجب ديالنا. كندخلوا كنبشروا المرضى، كيداروا لهم اللي خصو تحاليل كيدار له، اللي كيخصو دواء كياخذو. الحمد لله على ونشكر الله تعالى، اما من ناحيه ديال المعامله كانت جد جيده من جميع العاملين بالمستشفى، من الميناج يعني من المنتظمين من الدكاتره، ولكن اللي بالخصوص الدكاتره اللي كانوا كيسهروا علينا في كل وقت كانوا جزاهم الله عنا خير. لوقت الصباح كيجيو كيدوزو علينا الطباء والفرمليات كيجيو معاهم الله يجزيهم بخير، اللي كيديروا الابره كيديروها له، اللي كيعطيوه الدواء ديالو كيعطيوه. المنظفه كتجي كتنظف كل صباح، كل شيء بخير وعلى خير. كيديروا لنا التحاليل كل خطا، يديروا لنا التحاليل، داروا لنا التحاليل ديال الدم، داروا لنا التحاليل ديال الخرزوطه، دوزوا لنا سكانير، دوزوا لنا راديونات، الله يجزيهم بخير ويكثر خيرهم. في ظرف أسبوع إذن وفي ثلاث دفعات غادر المستشفى 18 مريضا، وكلهم وبفضل ما يبذل من مجهودات مشتركة تمكنوا من تجاوز هذه المرحلة من الإصابة وأصبحوا في صحة جيدة متعافين. المغادرون السابقون
ومن أجل مزيد من التتبع لحالتهم الصحية وضعوا في عزلة نقاهة بإحدى المؤسسات الفندقية لمدة 4 أيام. أيضا قررت السلطات الصحية السماح لهم بالالتحاق بمنازلهم وهم يتمتعون بمعنويات كبيرة. هاد الفترة جد مهمة اللي هي فترة نقاهة، كيتم استرجاع القوى ديالهم واسترجاع الراحة ديالهم الكلية باش عاد كيتمكنوا يمشيوا للمنازل ديالهم باش يقوموا بالأعمال اليومية ديالهم. لحظة استثنائية أخرى يسجلها مستشفى سيدي سعيد بمكناس بمزيد من المتعافين من فيروس كورونا. وعلى المستوى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوغراب بإقليم شتوكا أيتباها تم توفير كافة التجهيزات الطبية واللوجستيكية، كما تم تعبئة مختلفي الأطقم الطبية والتمريدية التي تجندت للتكفل بالحالات الوافدة على هذه المؤسسة الاستشفائية. حيجب التامك وحسن سيلا. المركز الاستشفائي المختار السوسي بمدينة بيغرا بإقليم شتوكا إيتباها وضع خطة عمل استباقية لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد 19، حيث تم تخصيص فضاء مخصص لتدخل الأطقم الطبية في المراحل الأولى لوصول المريض لتتبع ومتابعة حالته الصحية. هاد الفضاءات منهم هاد الفضاء اللي حنا متواجدين فيه دابا اللي هو وحده ديال العزل اللي فيه 7 ديال الغرف وفيه 16 سرير كطاقه استيعابيه، وكذلك مؤطر بفريق طبي وتمريضي متكامل اللي كيعمل طيله ايام الاسبوع 24 ساعه على 24 ساعه. هناك كذلك كمرحله ثانيه الجناح ديال الطب العام والجراحه العامه اللي فيه طاقه استيعابيه ديال 14 سرير واللي تم التجهيز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بجهيزات طبيه وبيوتيبيه مهمه بغلاف مالي حوالي 420 ألف درهم. استعدادات وتدابير متخذة بهذه المؤسسة الاستشفائية من خلال توفير كافة التجهيزات الطبية واللوجستيكية الموجهة لعلاج الحالات المحتملة بهذا الوباء، إلى جانب الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي عند الحاجة ومد الأطقم الطبية بالتجهيزات الضرورية خلال هذه المرحلة. الطاقم اللي كيدير المداومه كيتكون من طبيب ومن ممرض ديال التخدير ومن ممرض متعدد الاختصاصات، وكنستقبلوا المرضى على دوام ديال 24 ساعه، هذا بالاضافه لتلقي المكالمات اللي كنتلقاوهم من مجموعه ديال المواطنين. بالنسبه للعمل ديالي كممرض ديال التخدير والانعاش هنا، كنتكلف بالحالات اللي هما متضهوره، يعني اللي تظهرت الحالات ديالهم اللي عندهم اعراض اللي هما متقدمه، وكنقوموا بالتمريض ديالهم والانعاش ديالهم هنا. وتنطلب من ساكنه الاقليم بانهم يكونوا حتى هما يعاونونا، لانه حنا حاولنا بكل مجهود ديالنا وبكل الطاقه ديالنا، ضحينا بشحال من حاجه باش نوقفوا ونكونوا مجندين ضد هذه الجائحه. ولتعزيز الخدمات الصحية بإقليم شتوكا إيتباها في هذه الظرفية الخاصة لمواجهة هذه الجائحة، تم اقتناء أزيد من 20 سيارة إسعاف لوضعها رهن إشارة مصالح وزارة الصحة، عملية تدخل في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي وبعض الجماعات الترابية وجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي. المصابون بالأمراض المزمنة أكثر عرضة للتأثر بمضاعفات فيروس كوفيد 19، لهذا لابد لهم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة سواء داخل البيت أو أثناء تنقلهم لتلقي العلاج تجنبا لأي عدوى قد تهدد حياتهم. نتابع في هذا الروبورتاج كيف يعيش مرضى القلب ظروف حالة الطوارئ الصحية. روبورتاج سمير أسبان وعثمان التاسي. بالرغم من حالة الطوارئ الصحية، اضطرت خديجة لمغادرة البيت لمواصلة حصص العلاج، احتياطة تتخذها قبل أي موعد طبي. ارتداء الكمامة مع تعقيم المستمر خطوات أساسية لتفادي أي عدوى. تجابه هذه السيدة منذ حوالي 6 سنوات مشاكل في القلب وارتفاعا في ضغط الدم. التنسيون ديالك مزيانة والتخدير القلب ديالك الحمد لله مزيان، ما فيه حتى شي مشكل. حالتها الصحية بدأت تتحسن، يعتريها فقط تخوف من العدوى.
لكنها تحرص على الالتزام بإجراءات الوقاية عند التنقل وداخل البيت أيضا. احنا ديما كنخرجوا بهاد لي بافيت ما كيجيوش عندنا الناس كتخرج لنا عندي انا ولدي كان يجي عندي كل نهار كاع ما بقاش يجي عندي مسكين هادي شهر ما جا عندي واليوم اضطريت باش نخرج على قبل حيت عندي ان كونترول جات طاح فهاد لا بيريود ديال هاد لا مالادي ولكن جيتي اوبليجي باش نجي حيت ما نقدرش نوقف عندي الدواء عندي ان سويفي ديال الدواء. بحسب الاطباء هامش الخطر اكثر شده بالنسبه للمصابين بامراض القلب فهم أكثر عرضة للتأثر بمضاعفات فيروس كوفيد 19. هما معرضين أكثر وكيكونوا يعني الحالة ديالهم كتكون إلى تصابوا كتكون حرجة أكثر من الحالات العادية. يحترسوا على أخذ الدواء يعني الجائحة ما تنسيهمش في المرض اللي هما كيعانيوا منه ما يخرجوش من الديور ديالهم يعني أكثر ما يمكن إلا لحاجة جد ملحة. يحترسوا يعني بجميع وسائل التعقيم في المنزل إلى آخره. ألو السلام عليكم. نعم لنا. رحلة العلاج بالنسبة لمرضى القلب تستمر ولو في هذه الظروف الطارئة لكن بعض الحالات التي لا تحتاج للفحص تكتفي باستشارات طبية عبر اتصالات هاتفية كإجراء وقائي. هذه مثلا ملفات خاصة بالناس اللي عندهم أدوية اللي كتطلب واحد المراقبة دقيقة يعني بالأخص الأدوية اللي هي كتجري الدم هاد الناس حيت هاد التحليلات كيمكن يكونوا على كل 15 يوم إلى آخره ما كيمخصهمش يجيو ما كيحتاجوش يجيو كنديروا واحد الفيش لكل واحد فيهم بالتاريخ ديالها يعني بجميع التحليلات اللي دارت بحال اللي كتشوفي وكنتبعوهم عبر الهاتف فقط. المصابون بأمراض القلب أو أي مرض مزمن آخر مطالبون في هذه الفترة بتشديد احتياطات الوقاية لمقاومة فيروس لا زال يحصد الأرواح. الحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيدة عائشة عواد أخصائية في أمراض القلب والشرايين بالرباط. مرضى القلب وارتفاع الضغط الدموي من الفئات الأكثر عرضة للخطر عند الإصابة بكوفيد 19 هل ممكن أنك توضح لنا هذه المسألة دكتورة؟ شكرا على الاستضافة. فعلا إلا كنا غندير واحد الجدول باش نعرفوا شكون هما المرضى اللي معرضين نفوسهم للخطر إلى تقاسوا بالمرض ديال الكورونا كنشوفوا بأن المرضى اللي كيعانيوا من أمراض القلب والشرايين هم معرضين لواحد الخطر. المرضى لا سيما اللي كيداويوا على ارتفاع الضغط هي ليبرتونسيون ارتيريال أو المرضى اللي تيعاني ولا اللي تيداويوا على شي عرق اللي تخنق بصفة فاجئة بحال الناس اللي داروا لانفاركتوس دو ميوكارد أو الناس اللي عندهم واحد ضعف في العضلة ديال القلب ديالهم بحال الانسوفيزانس كاردياك هم معرضون للخطر. وكذلك الناس اللي كيعانيوا من أمراض مزمنة ولا سيما إذا كان العمر ديالهم كيتجاوز 60 ولا 70 عام الناس اللي تيداويوا على داء السكري وتضربوا الأنسولين الناس اللي تيداويوا على أمراض الكلي وكيحتاجوا لتصفية مستمرة أي دياليز الناس اللي مرض برية وعندهم مشاكل في التنفس بحال الناس اللي كيداويوا على الضيقة ليزازماتيك أو لا الناس اللي كيداويوا على السرطان وتيكون عندهم دواء بلا شيميوثيرابي هاد الناس كلهم معرضين للخطر إلى تقاسوا بالمرض الكورونا. وعلاش؟ لأن المناعة ديالهم ليمونيتي ديالهم كتكون جد منخفضة وبالتالي كنلاحظوا بأن نسبة الوفيات يمكن تكون مرتفعة بالنسبة لنسبة الوفيات في الفئات الأخرى. دكتور عواد وحنا كنعيشوا في ظل الطوارئ الصحية كيفاش كيتابعوا مرضى القلب الحالة الصحية ديالهم؟ الوغ بحال اللي شفتوا في الروبورتاج كنصحوا المرضى اللي تيعانيوا من امراض القلب والشرايين تنصحوهم الاتصال بالطبيب المعالج بصفه غير مباشره عبر التليفون عبر الواتساب عبر الانترنت. ولماذا؟ باش كنتفاداو هاد التنقلات بكثره وكنحميو الصحه المرضى ديالنا.
الطبيب المعالج رهن الإشارة باش يجاوب في التليفون على جميع الأسئلة وجميع الانتروغاسيون ديال المريض وديال العائلة ديالو. العيادات لا زالت مفتوحة والأطباء موجودين، راه الإشارة ديال المرضى ديالهم، إنما نظموا طريقة العمل ديالهم باش كيشوفوا غير الحالات المستعجلة وتمكن لهم يقدموا الخدمات ديالهم في ظروف آمنة. دكتورة، في حالة إصابة بأزمة صحية باش كتنصحوا مرضى القلب؟ بطبيعة الحال المرضى القلب ما خصهمش ينساو بأنهم مرضى معرضين وخصهم يتناولوا الدواء ديالهم بصفة منظمة وفي أوقات مضبوطة، وإلا كان أي مشكل خصهم ولا بدا يتصلوا بالطبيب ديالهم اللي كيعالجهم بصفة مستعجلة ويلتجؤوا للعيادات أو للمصحات المختصة باش ياخذوا العلاجات في أقرب وقت. سؤال اخر دكتور عواد، شنو هي الاجراءات الاحترازيه لمرضى القلب لتجنب الاصابه بفيروس كورونا المستجد؟ الوغ هاد الاحتياطات غادي نعطيكم واحد الملخص بعدا. غادي اول حاجه هي المكوت في المنازل، لو كونفينمون. الناس كنصحوهم يبقاو في ديورهم. الله يخليكم، بقاو في ديوركم باش تساعدونا على ليغاديكاسيون ديال هاد المصيبه هادي. بقاو ديوركم لان الموكوت كيتعتبر واحد الوسيله فعاله في لا لوت كونتر هاد الكورونا. هادي مساله معروفه وكنعاود نزيدو نلحو عليها باش الناس يبقاو في ديورهم. ثانيا كنقولوا للمرضى ديالنا باش ياكلوا الدواء ديالهم بصفه منظمه وفي اوقات مضبوطه. هاد الكورونا ما خصهمش ينسيهم بانهما مرض وعندهم واحد العدد ديال الادويه اللي خصهم يتناولوها. ثالثا خص تكون عندهم تغذيه سليمه فيها الفواكه وفيها الخضار اللي كتكون غنيه بالفيتامين سي اللي كتقوي المناعه ديال الناس بصفه عامه. خصهم يغسلوا يديهم بصفة مستمرة وبزاف المرات في النهار بالماء والصابون أو بلي سوليسيون إيدرو ألكوليك. خصهم ميبقاوش يقيسوا في وجههم وفي عينيهم وفي مامهم وفي مناخرهم بصفة عشوائية، وخاص ولا بد يديروا الكمامات، يرتديوا الكمامات ملي يكونوا غادي يخرجوا الى دعات الضروره للخروج واللي يكونوا في دي سباس بوبليك. دونك دابا كل شيء كيلح على استعمال الكمامه بصفه ضروريه، وبحال اللي قلنا يتصلوا بالطبيب المعالج الى اقتضى الحال باش ياخذوا جميع النصائح اللي كيبغيوها وما يلجؤوا للطبيب في العياده الا في الحالات المستعجله. دكتورة عائشة عواد، أخصائية في أمراض القلب والشرايين بالرباط، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة. شرع ابتداء من يوم أمس العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا. بلغ مشترك لوزارات الداخلية، الصحة، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أوضح أن هذا القرار يأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب. التفاصيل. البلاغ المشترك أوضح أن قرار العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا يأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل اتخاذ الإجراءات
الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 22292. وأضاف البلاغ أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية وفي إطار أجراءات التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كوفيد 19. وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية. وخلص البلاغ إلى أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 22292، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. دعا الوكيل العام للملك رئيس نيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى العمل على تطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامة خلال فترة الحجر الصحي. التفاصيل. شدد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في دورية وجهها للمحامي العام الأول والمحامين العامين بمحكمة النقد والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم على عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل. وحث أيضا على مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم طيلة فترة الحجر الصحي، والاستمرار في إشعار رئيس النيابة العامة بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه. وذكر رئيس النيابة العامة بأنه بالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 22292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل الكمامات الواقية من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر. وأكد أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال. كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وأضافت الدورية أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. ويعاقب على هذه الأفعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المرسوم بقانون رقم 22
292 الصادر بالتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قد منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن المواطنين والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال هذه الفترة من الحجر الصحي، ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وإعلانات. وسجل أن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أعلنت في بلاغ مشترك صدر بتاريخ 6 أبريل الجاري إلزامية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 7 أبريل 2020. وعن إنتاج وتوزيع الكمامات الواقية بمختلف أقاليم المملكة والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، نتابع توضيحات وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ملاح حفيظ العالمي الذي كان ضيف النشرة الرئيسية لمساء أمس. اليوم كنصنعوا 3 مليون ديال الكمامات يوميا، 3 مليون ديال الكمامات يوميا، وإن شاء الله نهار الثلاثاء المقبل غادي نوصلوا لأكثر من 5 مليون ديال الكمامات كل يوم. ف إلا سمحتوا، هاد الجائحة من اللي بدات كانوا التعليمات واضحة أننا في جميع القطاعات نشوفوا أشنو هما الإمكانيات ديال المغرب وديال الإنتاج المغربي باش يمكن له يواكب يعني وزارة الصحة باش إن شاء الله نجاوزوا هذا المشكل اللي عندنا اليوم. اللي خصنا نعرفه وهو بدينا من نهار هذه أسبوع الإنتاج ديال الكمامات، لأن هذه 3 أسابيع بدينا كنوجدوا، هذا أسبوع بدينا كنصنعوا، وبدينا كنعطيو هذه الكمامات أولا لوزارة الصحة، ثانيا لرجال السلطة، وثالثا المعامل، منهم المعامل اللي كيصنعوا الكمامات وغير الكمامات، لأن ما كنصنعوش غير الكمامات الحمد لله في بلادنا. فالآن كيف قلنا جاوزنا 3 مليون ديال الكمامات يوميا، وغادي نجاوزوا نهار الثلاثاء أكثر من 5 مليون ديال الكمامات. فالحمد لله الآن كاين 66,000 يعني نقطة بيع اللي احنا غاديين لها تدريجيا، وغادي نوصلوا قبل آخر الأسبوع أن كل نقطة بيع يكون فيها كمامات. طبعا هذا ثمن مقنن من القرار من صاحب جلالة الله ينصره، لأن الثمن كان أكثر من هذا، فالقرار ديال صاحب جلالة أنه المغاربة يوصلهم هذه الكمامات ب 80 سنتيم يعني 16 ريال. فاللي كنشوفه وهو عبر العالم عندنا علاقات يعني اتصالات يومية من بلدان مجاورة أو من بلدان أوروبية ومن أكبر البلدان الأوروبية اللي كيطلبوا أنه المغرب يصدر لهم هذه الكمامات ديالنا اللي كنوجدوا اليوم. إن شاء الله غادي نصدرهم، لأن في هذه الأيام المقبلة القليلة السوق المغربي غادي يكون الإغراق ديالو بهذه الكمامات. كيف قلت لكم 5 مليون وأكثر من 5 مليون يوميا ديال هذا النوع ديال الكمامات كافي المغاربة إن شاء الله. اللي بغيت نشير له وهو هذا الثمن مقنن، والمغاربة يردوا البال، مستحيل أنه صاحب جلالة قرر أنه الكمامات يوصلوا للمغاربة ب 16 ريال ب 80 سنتيم أنهم يخلصوهم بأكثر من هذا الثمن. هذا الثمن اللي غادي يشريوا به المغاربة الكمامات. ثانيا بغيت نشير واحد النقطة، وهما الصيدليات لي فارماسي كيبيعوا كمامات أخرى ديال الأطباء اللي كيصلحوا في الميدان الطبي، ما عندهم علاقة مع الكمامات هادو، والأثمنة ديالهم ماشي هما هاد الأثمنة. حنا كنهضروا على الكمامات هاد لي ماسك اللي كيصلحوا المواطنين اللي هما ب 80 سنتيم، ماشي هادوك ديال الأطباء أو ديال المرضى اللي تيكونوا في المستشفيات.
باش ما يكونش واحد الخلط اللي تبين لي انه في هاد الايام دا كي يكون القيل والقال انه واش الصيدليات كيبيعوا ب 80 سنتيم او لا الكمامات اللي هما طبيه ماشي هما هاد الكمامات هادو الكمامات ديال 80 سنتيم راكم عرفتوهم هما هادو اللي كاينين في السوق معروفين. ابتداء من اليوم يصرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إحداثه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الإعانات المالية بالنسبة للمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم على بوابة covid19.cnss.ma كما أعلنت ذلك لجنة اليقظة الاقتصادية ويتم إخبار المستفيدين برسالة قصيرة عبر أرقام هواتفهم المحمولة وعبر برقية في حالة عدم وجود رقم الهاتف. في إطار إسهام فعاليات المجتمع المدني في المبادرات التي تهم الحد من تفشي فيروس كوفيد-19 قامت جمعية أجيال بركان للتنمية بتعاون مع جمعية منتجي قصب السكر وبدعم من السلطات المحلية بتعقيم عدة أحياء بمدينة بركان في خطوة وقائية لمحاربة الوباء. حنان أرسلان ورشيد العتابي. 16 جرارا مزودة بمواد معقمة جابت أحياء مدينة بركان بادرة لمجموعة من المهنيين بقطاع الفلاحة لدعم جهود السلطات في محاربة تفشي فيروس كوفيد-19 حس بالمسؤولية ورغبة في تقديم المساعدة في هذه الفترة العصيبة. نظرا للأوضاع الآنية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ارتأت جمعية أجيال البركان للتنمية بشراكة مع السلطات المحلية وبتعاون مع فلاحي المنطقة القيام بحملة لتعقيم شوارع بلدية سيدي سليمان شرعة كمحطة أولى والانطلاق لباقي المحطات من العالم القروي إن شاء الله والعالم الحضري. هل الوباء بأنه وباء عالمي خصنا نتجندوا كفلاحة وكتجار وكجميع الناس باش ينوضوا يقوموا كرجل واحد. الفلاحة اليوم إن شاء الله بالآلات ديالهم وبالأدوية ديالهم وكيرشوا جميع الأزقة نتاع الأحياء الشعبية. تعقيم الأماكن العمومية من الخطوات الضرورية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بادرة لقيت استحسانا من لدن ساكنة الأحياء المستهدفة. العملية مزيانة الناس راهم واللي قايمين الوجه ديالهم الحمد لله كل نهار تقريبا كيعقموا. من ساكنة بلدية سيدي سليمان شرعة بركان احنا فرحانين الحمد لله بهذه المبادرة اللي قامت بها جمعية أجيال ونتمنى من الله تعالى باش الناس تلتزم البيوت ديالها باش هذا الوباء ان شاء الله يمشي والمغرب ان شاء الله يكمل طريقه. من ساكنة حي الوفاق نشكر هذه الجمعية اللي قامت بهذه المبادرة الطيبة تعقيم المدينة ونشكروا بدور الإخوان الفلاحة ونتمنى يعني مزيد من العطاء إن شاء الله. مبادرة طيبة من هذه الجمعية اللي تهي كتساعد السلطات وكتعاونها في التقليل من الآثار ديال الوباء. عملية التعقيم هاته بادرة تضامنية تترجم الحس بالمسؤولية مقابل انخراط فعال للمواطنين بالمكوث بمنازلهم. حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تعكف عليها السلطات المحلية بإقليم العيون وسط انخراط جميع المؤسسات والفاعلين المدنيين. طواقم الهلال الأحمر المغربي بدورها تنخرط في هذه الجهود وعيا منها بصعوبة المرحلة وإلزامية العمل المشترك لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19. من العيون الروبورتاج علي الكبش وعبد الله محمودي. بمحاذاة مداخل المدينة الثلاث يرابط متطوعو الهلال الأحمر المغربي جنبا للمصالح الأمنية في سياق الإجراءات الاحترازية من أجل تطويق انتشار فيروس كورونا. يوسف من الشباب الذي ألف العمل التطوعي منذ 20 عاما يعمل على التواصل مع السائقين تذكيرا باحترام آليات السلامة، فالمنطوق التوعوي جزء من اختصاصات التدخلات الميدانية لطواقم الهلال الأحمر خلال المحطات الحرجة وهو ما تأخذه عملا خلال الظرفية الحالية. تنتواصلوا مع الناس تنوعيهم بالخطورة ديال هذا المرض بالأسباب بالوسائل اللي يمكن لهم يتجنبوه اللي هي النظافة، النظافة ديال اليدين، النظافة ديال لونتوراج ديال المحيط، ثم النظافة ديال الأسطح عاد التعقيم ديالها لأنه لا يمكن تعقيم الأسطح أو شيء غير نظيف. الوقاية بدورها تصطف جنبا للمعطى التوعوي في عمل الأفراد المتطوعين
قياس درجات حرارة الوافدين للتأكد من حرارة الجسد عمل لا يخلو منه التواجد اليومي، إجراء روتيني لسواعد الهلال الأحمر انخراطا منهم في التدابير المتخذة من طرف السلطات المحلية وسط تفاعل السائقين. الحمد لله من نهار اللي جينا هنا وحنا نراقبوا الناس على حساب الحرارة، عندنا ميزان ديال الحرارة، الحمد لله من نهار اللي جينا ما لقينا لا حد لا حالة لا والو. التفاعل الناس الحمد لله كل شيء تجاوب معنا وكل شيء اللي قلنا له وقفنا عبروا له كنعبروا له عادي. الدولة راه دايره المجهود ديالها على حساب هذا الشيء، نظافة مزيانة، لأن هاد الوباء راه كثير، هاد الشيء تنسمعوه مؤخرا قاعد السيمانة الجاية إن شاء الله راه كثير في هاد الشيء إن شاء الله اللي خص بنادم هنا فين ياخذ الاحتياطات ديالو. تطويق انتشار وباء لا يفرق بين الكبار ولا الصغار مرهون بتضافر جهود الجميع عبر الأخذ بالتوجيهات المعمول بها والإسهام في إشاعتها بين المواطنين عملا قبل أن تكون منطوقا. مغاربة العالم ورغم بعدهم عن الوطن يوجهون الرسائل الالتزام بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 تضامنا مع جميع المغاربة لمواجهة هذا الفيروس. لنتابع. السلطات المحلية طلبوا منا باش نبقاو في الديار، احنا قاعدين في ديورنا، ما كنمشيو ولا للجامع ولا للسوق ولا لاي مكان، سادين في الدار عنينا ما كاين حتى شي حاجه. ولادي كيجيبوا لي التقديه جوج مرات في السيمانه كيحطوها قدام الباب وكنسلم عليهم من الشرجم وكيمشيو. الاحفاد ديالي 24 يوم ما شفتهمش، راكم تعرفوا الارتباط ديال الجد بالاحفاد ديالو، عندي 8 ديال الاحفاد والحفيدات محروم منهم، كذلك محروم من ولادي، ولكن الضرورة هي هذه، خاص الواحد يصبر باش نخرجوا ناجين إن شاء الله من هذا الميكروب هذا. احنا كنسكنوا في إيطاليا وكنصح الإخوة المغاربة والوليدات ديالهم باش يبقاو في البيوت ديالهم، بأن احنا خدينا تجربة هنا من إيطاليا، الناس تعادت كثير يعني، والناس دابا باركة في البيوت ديالها هي ووليداتها والحمد لله رب العالمين، الأمور بدات كتحسن وبدات. وأنا كنصح المغاربة والوليدات ديالهم باش يبقاو في البيوت ديالهم، بأن الأمر ليس بهين، بأن الأمر خطير يعني، باش ما يجيبش التعادل ليه ولا الوليدات ولا العائلة ديالو، والإنسان يبقى في بيته في أنا كنهضر مع أخوتي المغاربة اللي في المغرب باش يبقوا في البيوت ديالهم، يعني من الأحسن باش ما يخرجوش ويعاديوا رؤوسهم ويعاديوا ناس فرين. مسؤوليتنا واستماعنا للنصائح المتخذة من طرف الحكومة، نحن جالسين في بيوتنا ونتعامل معه بمسؤولية كبيرة، ولها مسؤولية كبيرة، ولا نخرج إلا للحاجة، ونحن نشتغل من بيوتنا، ونطلب من كل المغاربة الذين بارك الله فيهم في هذه الخطوة الرشيدة التي عملها ملكنا حفظه الله والحكومة الرشيدة بهذا الحجر المنزلي الذي كان فخرا لنا، من العالم كله يفتخر بهذه المبادرة الجميلة. فبقاكم في بيوتكم هو العلاج. نهاية هذه النشرة الاستثنائية، ألقاكم في نشرة الظهيرة. ظلوا سالمين في بيوتكم وانقوا في الدار.